شكرا السيد الرئيس وشكرا السيد المستشار المحترم. فيما يتعلق بما قامت به الحكومة من أجل دعم الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، يمكن القول أن هناك جوج محاور اللي اشتغلت عليها الحكومة. المحور الأول هو كل ما يتعلق بما هو هيكلي، الإصلاحات الكبرى تتبع الإصلاح ديال العدالة، النظام الضريبي، القطاع المالي بما فيها القانون التنظيمي، القانون المالية، المقاصات، التقاعد، الماء والطاقة. هذه كلها إصلاحات هيكلية أولا تمكننا من الحفاظ على إطار ماكرو اقتصادي سليم، تحكم في عجز الميزانية، وبالتالي الحفاظ على التنقيط ديال بلادنا، التنقيط السيادي ديال درجة الاستثمار، وبالتالي الثقة للمستثمر من الداخل والمستثمر من الخارج. بالتالي هذه كلها أمور مهمة. ثانيا مواصلة ديال السياسة ديال الاستراتيجيات القطاعية بما فيها تسريع وتيرة استراتيجيات يا إما جديدة وإما موجودة، تسريع ديال الوتيرة ديال الصناعة، الاستراتيجية الجديدة ديال دعم التصدير، والاستراتيجية الجديدة ديال دعم اللوجيستيك. هذا في الجانب الهيكلي. كاين إجراءات أخرى، الإصلاح ديال المالية العمومية مكن من توفير هوامش تم ضخها من أجل دعم الإقلاع الاقتصادي. نعطي 15 إجراء بالعناوين. أولا مواصلة المجهود ديال الاستثمار العمومي 186 مليار درهم هذه السنة. ثانيا الاستفادة الحقيقية ديال المقاولة المغربية ولا سيما المقاولة الصغرى والمتوسطة من هذا المجهود الاستثماري، تخصيص 20% وتطبيق نظام الأفضلية الوطنية. ثالثا مرسوم من أجل سن التسبيق في الصفقات العمومية باش يصبح نعطيو الخزينة ونعطيو السيولة للمقاولة باش تبدا. ثالثا إمكانية رهن الصفقات العمومية، المرسوم الذي مر مؤخرا، تسريع وتيرة الأداء فيما يتعلق بالصفقات العمومية. تبعتيو أن في الربع شهور الأولى طلقنا 2 مليار و100 مليون بالنسبة للأكاديميات، والآن في الإصلاح ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء شرطنا أن الزيادة في رأس مال ديال 2 مليار تمشي من أجل الحل ديال الإشكاليات ديال المقاولات اللي تتسلل المكتب الوطني. سادسا تسريع ديال الوتيرة ديال الإرجاع ديال الضريبة على القيمة المضافة ما بين الربع شهور الأولى وربع شهور ديال هذه السنة وربع شهور ديال السنة الماضية، زدنا 700 مليون درهم دخيناها في الإرجاع ديال الضريبة. ثامنا معالجة الإشكالية ديال الفاصل الزمني 600 مليون ديال الدرهم، الإلغاء ديالو بمقتضى قانون المالية 2014. سابعا معالجة الإشكالية ديال البيطوار 1.5 مليار درهم هذه السنة. تاسعا تصنيف المقاولات، المقاولات اللي هي مواطنة أصبحت تحصل على خدمات جبائية وجمركية أكثر سلاسة. عاشرا إلغاء فوائد التأخير. 11 تأطير الحج لدى الغير وكنتم مطالبين بذلك لاتي دي. 12 متابعة برامج دعم المقاولات في التصدير، في الابتكار، في الامتياز. 13 تطوير منتوجات جديدة للتمويل في إطار ضمان إكسبريس. 14 تعويض عن فقدان الشغل من أجل إعطاء الرؤية وإعطاء الثبات للمشغلين. و15 المساهمة الإبرائية من أجل استعادة الثقة. هذه الإجراءات ما كانت لتكون لولا أن هناك كانت إصلاحات حقيقية للمالية العمومية التي وفرت هوامش للحكومة للقيام بهذه الإجراءات. شكرا لكم.